متابعينا الأعزاء في كل مكان، تهانينا لجميع الفائزين. لقد وصلنا اليوم لختام جروب أهل الهجن وتحديات جروب أهل الهجن. نشكرهم على الدعم اللامحدود وتسليم الجوائز للفائزين بالسيوف الذهبية. المركز الأول والشوط الأول اللقاية كان من نصيب خود ومحمد بن حمد بن جهويل المري. محمد بن حمد بن جهويل المري، محمد بن حمد بن جهويل بالنيابة عنه. مشاهدينا الكرام، الشوط الأول الرئيسي للقعدان اللقاية، الشوط الأول الرئيسي أيضا الموج محمد بن حمد بن جهويل. أشواط اللقاية، الفائز بالسيفين محمد بن حمد بن جهويل. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، تم استلام الشوطين لسن اللقاية. تهانينا وجميع الفائزين. الدوحة لسيد سعود بن صالح الزمات. سعود بن صالح الزمات يستلم بالنيابة عني يا اخوانا. سعود بن صالح الزمات في شوط اللقاية. تهانينا لصالح الزمات على هذا التواصل. ايضا هنالك ايضا شاهين وفهد بن سالم المسعود. فهد بن سالم المسعود، تهانينا تهانينا والناموس الى الجيل الجديد الذي دائما يسهر لنا عبق الماضي. تسليم السيف شاهين وفهد بن سالم المسعود، يستاهلوا ايضا، يستاهلوا الناموس المسعود لصباح هذا اليوم. الشوط الأول الرئيسي للجداع البكار شواهين عبد الله بن متعب آلف هيدان. عبد الله بن متعب آلف هيدان يستلم السيف أيضا من أحد المضمرين لسيد هنالك عبد الله بن متعب آلف هيدان. يستاهل يستاهل. شوط القعدان كان من نصيب شاهين وجابر بن مسعود آل جابر. تهانينا إلى آل مسعود. هنا شاهين السيد جابر بن مسعود بن جابر يستلم السيف. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، ايضا شاهين شاهين لسيد فهد بن سالم ال مسعود. شاهين فهد بن سالم ال مسعود يستاهل 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 ال مسعود. يستاهلوا يستاهلوا الناموس، يستاهل الناموس، يستاهل يستاهل الناموس، يستاهل يستاهل. شوط الثنايا البكار والشوط الرئيسي والثيف الذهبي كان من نصيب أركان وعبد الهادي بن حسين البريدي. عبد الهادي بن حسين البريدي هنالك استلام من داعم الرسمي لسباق هذا اليوم محمد بن ناصر الفذيرة، دائما أبدا متواجد بهذا التحدي. الشوط الأول الرئيسي كان من نصيب الجنوبي وسعيد بن حمد بن لزيح المري، عاشق السلالة الشاهينية سعيد بن حمد بن لزيح المري يستاهل وقدم عروض ممتازة وراعي أفضل توقيت لصباح هذا اليوم. شكرا 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 يا بن لزيح على هذا الأداء الجميل، نتمنى لك المشاركة الخارجية. الشوط أيضا أشقر لسيد سعيد بن حمد بن لزيح، ايضا اشقر سعيد بن حمد بن لزيح ايضا يستلم السيف ايضا من الداعم الرسمي للسيد محمد بن ناصر ال فزيره. جاء شوط الحيل وشوط التحدي، المتحديين بديعه وعبد الهادي بن حسين البريدي من قدمت عروض ممتازه بديعه في هذا الشوط شوط الحيل. تهانينا لابناء البريدي على التواصل بالسيوف الذهبية. أيضا الشوط الأول الرئيسي كان من نصيب متعب وجابر بن علي بن مسعود من أتعبهم في الشوط والتحديات بن مسعود. تهانينا لآل مسعود اليوم أثبت الوجود بهذا جروب التحدي وجروب أهل الهجن، وأيضا الداعم الرسمي من محمد بن ناصر الفزيرة. يستاهل يستاهلوا. أيضا شاهين وفهد بن سالم آل مسعود، فهد بن سالم آل مسعود. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، نرجو من الإخوة هنالك الفائزين بالسيوف أيضا الصورة الجماعية، صورة جماعية تذكارية، صورة جماعية جماعية.
مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء صوره اسكانيه لجميع، شكرا ايضا لبدايه جروب اهل الهجن لسلامه سيدي سعاده الشيخ حمد بن جاسم، شكرا لجروب اهل الهجن، شكرا للاعضاء جروب اهل الهجن، شكرا لداعمين هذا السباق بدعمهم اللامحدود بسلامه سعاده الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل ال ثاني، شكرا لمحمد بن ناصر الفزيره، وشكرا لمحمد بن حمد المحنة، وشكرا لناصر محمد ناصر الفزيره، شكرا لجابر بن ناصر الفزيره مدير جروب اهل الهجن. صورة تذكارية لجميع الفائزين اليوم بسباق جروب أهل الهجن، نتمنى لهم التوفيق بدعم لا محدود بسلامة سيدي سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباق الهجن العربية، بختام هذا السباق وختام جروب أهل الهجن بسلامة سيدي سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. شكرا لموقع الأبرقة، شكرا لمصورنا.